صور فوتوغرافية تبدو شبيهة بصورة الأشعة السينية تبين مكونات الأجهزة التقنية الداخلية التي كانت تعد حديثة وجذابة قبل بضعة أعوام، ولكنها أصبحت طرازاً قديماً اليوم، مثل جهاز مسجل كاسيت أو جهاز عرض لأفلام سوبر 8. قام ماكس إستيبان بالتقاط كل هذه الصور، إن لديه استوديو تصوير في برشلونة، ويطلق على أحدث مجموعة صور اسم Proposition One. أردت أن أبين في مشروع الفني أن التطور التقني قد يكون جيداً وسيئاً بالنسبة للفن في ذات الوقت. ما كان لمشروعي هذا أن يتم لولا معونة أحدث التقنيات التي استعملتها. ومن الجانب الآخر، موضوع الصور هو أجهزة تقنية عفى عليها الزمن. هذا يعطينا فكرة عن قصر حياة الأجهزة التقنية اليوم. جهاز عرض الأفلام هذا الذي يعود لعقد السبعينيات أصبح جزءاً من الماضي. يقوم الفنان الإسباني بتفكيك أجزائه لالتقاط صور له، ثم يقوم برش الأجزاء بمادة براقة بيضاء لتكتسب الأجزاء مظهراً جديداً. يجعل اللون الأبيض البراق من هذه الأجهزة تبدو وكأنها رمز ما. لا ينبغي للأجهزة الاحتفاظ بلونها الأصلي ولا بما كانت تؤديه. خطوة العمل القادمة هي أن ينظم الفنان الأجزاء الداخلية لتصبح موضوعاً لالتقاط الصور. يقوم في البداية بالتقاط صور متتابعة للجهة الأمامية للجهاز، والكاميرا الرقمية مرتبطة بكمبيوتر محمول لأحد الزملاء الذي يقوم بمراقبة دقة الصورة ووضوحها، وبعدها يقلب عارض الأفلام ويلتقط صورا للجهة الخلفية، وبعدها يقوم بإعادة تجميع الجهاز قطعة قطعة ويلتقط صورا لكل المراحل. يفكك الفنان أجهزته إلى 50 جزءا في العادة، ثم يقوم بجمعها وتصويرها في الحالتين. يعالج ماكس إستيبان صوره بالكمبيوتر، يختار أفضل الصور الموجودة، الجهة الأمامية والجهة الخلفية، تغطية في خطوات متتابعة. يقوم بتجميع الأجزاء ويلتقط لها صورا، ثم يبت في مسألة أي تفصيل أو سلك يجب أن يبدو أكثر أو أقل وضوحاً. لدينا هنا صورة أولية، وسأقوم بإضافة صورة أخرى فوقها، وسنرى بعدها أجزاء فوق بعضها البعض. عندما أود عرض هذا بشكل أجمل وأوضح، أقوم بعرض أشد وضوحاً لهذا السلك خلف الصورة. يجب مشاهدة السلك بوضوح من الأمام، أما من الخلف فيجب افتراض وجوده فقط. المرحلة الأخيرة من تصحيح الألوان لتكون صور الأشعة السينية منتهية. يحتاج الفنان لفترة تصل لثلاثة أسابيع لأجل إنجاز صورة واحدة من هذا النوع. أما معرضه Proposition One المقام في نيويورك، فالصورة فيه تكلف 3,000 يورو. يشعر الناس بالدهشة لدى مشاهدتهم صوري، ويسألونني عن الكيفية التي صنعتها بها، ويعتقدون أنها صور أشعة سينية فعلا أو أنها لوحات وليست صورا، ويسألني بعضهم إن كنت أستعمل جهازا خاصا يتيح لي التقاط صور لأعماق الأجهزة. أشعر بالفرح لهذه الأسئلة لأنها تثبت لي دهشتهم. المصور ماكس إستيبان يجعل من الأجهزة التقنية شفافة ويبعث الدهشة في نفوس مشاهدي صوره.